هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. يسعد صباحكم عن جديد متابعي برنامج جوك، البرنامج بيعرض مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بطقس العرب، يعني أكيد فيسبوك لايف وتطبيق طقس العرب، وأيضا على اليوتيوب. وأكيد هلأ فقرة الجمال، يعني كل الصبايا عم يتابعونا مستهوفة على أحد من الجمل. أكيد نحكي فيها عن صحة البشرة وعن العوامل اللي بتأثر على صحة البشرة وتقلبات الطقس، يعني خصوصا إنه اليوم مثلا الأجواء رح تكون يعني درجات حرارة عالية. خلينا نحكي بالنسبة لهذا الوقت من العام، يعني بتلامس 21 درجة مئوية، وبكرة بتصير الأجواء باردة. فأكيد كل هاي التقلبات يعني بتأثر على صحة البشرة، وأكيد بتسبب جفاف، وبتسبب أكيد كتير من المشاكل اللي إحنا دائما بنكون بندور على حل لها. وأكيد طبعاً في كتير عوامل تساعد على إنه نحصل على بشرة نضرة وحيوية وخالية من المشاكل. نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا أخصائية الجلدية والتجميل الدكتورة عنود العيسى. صباح الخير. صباح الورد، كيفك سالية؟ تمام منيحة، أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. دكتورة، يعني مثل ما أكيد سمعتي بنشرتنا اليوم اليومية، درجات الحرارة اليوم رح تكون نوعا ما يعني عالية، يعني أجواء شبه ربيعية، أجواء حلوة، الناس بتكون مبسوطة طالعة بهالأجواء، كله تمام. بكرة يعني بإذن الله رح تنخفض درجات الحرارة، وكل هذه العوامل بتأثر على جمال وصحة ونضارة البشرة. إحنا بس نحكي بشرة، مش بس بشرة الوجه، في عملية الإيدين، الجسم بشكل عام، وحتى الشعر. صباح عليك مرة تانية، وأحكي لنا أكثر كيف ممكن إحنا يعني نحد من تقلبات الطقس وأيضاً من العوامل الخارجية ونحافظ على جمال ونضارة البشرة. يسعد صباحكم سالي، وشكراً على الاستضافة تبع اليوم. هلأ البشرة زي أي شيء بالحياة بتأثر بعاملين، في عندي عوامل خارجية متأثر فيها وعندي عوامل داخلية. العوامل الداخلية اللي إحنا كلياتنا بنعرفها، زي لما نحكي جينات، أمراض داخلية بيعاني منها الإنسان، أدوية عم ياخدها هذا الإنسان، تغذيته، أي أشياء، أمور داخلة من جوا. والعوامل الخارجية أهم إشي فيها اللي هو موضوع الطقس وتغيرات درجات الحرارة اللي بتصير بالتقلب بين الفصول. هلا فعليا سالي، الفترة اللي إحنا فيها اللي هي هاي التقلبات، اللي هو إحنا اليوم شوب، بكرة برد، بكرة مطر، بعدين نرجع حرارة، هاي التقلبات، هذا الجو من السنة هو من أسوأ الأجواء، خلينا نحكي اللي هو على البشرة، اللي هو انتقالنا من درجة حرارة لحرارة تانية، هي اللي بتعمل زي شوك للبشرة وبتأثر عليها، خلينا نحكي بطريقة سلبية، لأنها بتأثر على درجة، على طبقة الحماية اللي موجودة في الجلد نفسه. في درجات الحرارة بدنا نعرف شو المشاكل اللي بتسببها، وبس تكون درجات الحرارة باردة شو المشاكل اللي بتسببها، وهل هي نفس المشكلة دائما؟ احنا نحكي جفاف، بشرتي ناشفة، بشرتي شادة، احنا دائما بنكون بقلق مستمر، والسيدات على طول بقلق مستمر بالنسبة لهذا الموضوع. مزبوط. هلا انواع البشرة بتختلف، هلا في عندي بشرة دهنية، بشرة جافة، بشرة عادية، فبالتالي كل نوع بشرة رح يصير في عنده مشاكل مختلفة بالفصول عن البشرة الثانية. هلا مثلا تعالي نيجي نحكي عن جو اليوم، اللي هو في عندي حرارة والجو معتدل نوعا ما، تمام. هلا الحرارة بزيد في عندي نشاط الغدد العرقية والدهنية اللي موجودة في البشرة، وبالتالي بزيد في عندي إفراز الغدد العرقية وإفراز الدهون كمان بالبشرة. لهيك بتلاقي الناس اللي عندهم مشاكل حب شباب بالأجواء الحارة بتزيد مشاكلهم، بتلاقيها بالمقابل لأنه هاي النشاط الغدد هاي بقل بالجو البارد، فبتلاقيهم بتحسنوا بفصل الشتاء، العكس تماما بصير. اللي بصير كمان بالجو الحار إنه أحيانا بيرافقه نوع من أنواع، مش دائما بيكون رطب، فأحيانا بيكون في عندي نوع من أنواع الجفاف. الجفاف هذا عم بيخليني أفقد طبقة الحماية الموجودة بالبشرة، وبالتالي أنا بكون معرضة للعوامل الخارجية، بصير في عندي التحسس، أو خليني نحكي الفوتوسنسيتيفيتي برضو بتكون عالية على البشرة، فبتلاقيها حساسة، بتلاقيها شوية نشفت،
احيانا، فالجفاف اللي بيرافق احيانا درجات الحراره المرتفعه برضه بينعكس سلبيا على البشره. هلا شو بصير بالشتاء؟ العكس تماما، زي ما قلنا قبل شوي عن الغدد العرقيه والغدد الدهنيه. كمان بصير في عندنا شغله ثانيه مهمه، اللي هو انه انا مش بصير في عندي بروده اطراف، فانا التغذيه والترويه الدمويه للجلد بالشتاء برضه بتقل، فبالتالي انا بفقد السوائل او الرطوبه الموجوده في بشرتي بزياده، فبتلاقي مشكله الجفاف قد ما تكون سيئه بفصل الشتاء مش زي لما تكون بفصل الصيف مش زي لما تكون بفصل الشتاء. فبتلاقي الناس عاده اللي بشرتهم جافه صارت اكثر سوءا، زي ما قلنا قبل شوي الناس اللي بشرتهم دهنيه بنبسطوا بالشتاء اكثر لانه بيكون بتخف المشاكل اللي عندهم اياها. الناس اللي عندهم اصلا في بشرتهم مشاكل زي اكزيما وصدفيه وهاي الاشياء بتلاقي برضه تفاقمت امورهم بالشتاء. فلهيك احنا عاده بشكل عام الامراض الجلديه بتلاقي لها تو بيكس، يعني في عندي وقتين ذروه بتصير فيها انعكاس، يعني بتختلف فيها البشره، اللي هو فتره الانقلابات بين الجو، سواء من حار لبارد او من بارد لحال. طيب احنا بدنا نحكي بس للمشاهدين والمشاهدات بالذات، يعني اكيد على فكره موضوع البشره ما بيقتصر بس على فئه الاناث، ولكن يعني احنا بشكل عام خلينا نحكي نسبه كثير كبيره الاناث تهتم اكثر بالبشره. اذا حدا عنده اي سؤال خلال ما احنا عاملين المقابله مع الدكتوره اكيد بنحب ان نسمع، واكيد حتوصل لي مسج ورح نطرح السؤال على الدكتوره. دكتوره هلا جاي عندنا فصل ربيع، واكيد معظم الاشخاص بتعاني من حساسيات وطفح جلدي ما إله سبب، بقول لك انا والله ما عندي حب شباب، هو مش حب، هو حساسيه ما بيعرفوا يتعاملوا معها، ببلشوا يفتحوا لك على جوجل ويحطوا لبن ويحطوا عسل ويحطوا، هلا اكيد في اشياء كثير مفيده ومهمه للبشره معروفه من يعني منذ القدم، ولكن في اكيد اساليب طبيه ممكن انه احنا نتبعها او ننصح المشاهدين بانهم يتبعوها. شو ممكن نعمل على بدايه فصل الارهاب؟ تمام، اللي هو احنا بنسميها الحراره، هيك بتحسي انه زي مبدا حساسيه، هي مو حساسيه بنفس الوقت مو حب، بنسميها احنا حراره. هلا الفكره اساسها اللي هو زي ما حكينا انه لما تفقد البشره الرطوبه اللي فيها نفقد طبقه الحمايه، فبالتالي انا بصير معرضه لمشاكل العوامل الخارجيه بزياده، فبتلاقيها بتتحسس، بتلاقيها بتحمر، بتلاقيها بتصير تحك ببعض الاشخاص. هلا كيف بدنا نصير، يعني كيف الخطوات انا بدي ادير بالي؟ بدي كثير اهتم بموضوع كثير دائما مركز عليه اللي هو موضوع شرب الماء، يعني انا بدي اعوض هالترطيب اللي عم بفقده بشرتي داخليا، وبلس بدي اعوضه خارجيا عن طريق استخدام المرطبات. هلا المرطبات اللي رح استخدمها غالبا بفضل تكون دائما اشياء طبيه ما يكون فيها معطرات، وبتعتمد على نوع البشره، يعني المرطب تبع البشره الدهنيه غير عن المرطب اللي بنستخدمه للبشره الجافه، غير عن المرطب، يعني كل نوع بشره لها نوع ترطيب مناسب لإلها، فما بزبط احط مثلا مرطب ثقيل مثلا على بشره دهنيه لاني رح ادخل في مشكله ثانيه اللي هو مشكله الحبوب، فكل نوع بشره رح يكون لها نوع مرطب خاص فيها، فزي ما حكينا اللي هو الترطيب الداخلي والخارجي. الشغله الثانيه واللي هي اكيد اكيد انت يعني بتعرفي فيها سالي كمان، اللي هو موضوع واقع الشمس والالتزام فيه صيف شتاء، لانه اغلب الناس برضه بتفكر انه انا بس الواقع الشمس بس للصيف او لما اتعرض لشمس قوي. اللي بدنا نعرفه انه مجرد خروجنا من باب البيت لازم اكون حطيت انا واقع الشمس، لانه اشعه الشمس نفسها برضه لها تاثير سيء على البشره. طبعا بلس انه اللي هو نهتم بموضوع التغسيل، تغسيل الوجه لا زياده ولا نقصان، يعني في ناس زياده من فرط العنايه بتلاقي مثلا بغسل مرتين وثلاث، طبعا هذا إشي مو كويس. ليه؟ لانه انا مش عم بخلي مجال لهاي طبقه الحمايه اللي موجوده على بشرتي انها تنبني، وبنفس الوقت ما بزبط يكون بزبطش يكون كثير قليل. نوع المي اللي عم بستخدمها مش بس عددها والعدد التكرار، كمان الميه انها ما تكون كثير سخنه، انها تكون فاتره، وانا بفضل صراحه الميه البارده اكثر، يعني لو استخدمت مي بارد، يعني لو مي فاتره على وجهي انهيها، لو اعطيها شويه مي بارده لانها بتساعد بتسكير المسامات الموجوده بالبشره، لانه برضه الناس اللي عندهم مسامات واسعه برضه بتزيد مشاكلهم بهذا الوقت من السنه. بلس طبعا ان نهتم بالنوم الكويس، التدخين نخفف منه، التغذيه تكون مناسبه، هاي الامور برضه، يعني هاي خلينا نحكي اي بي سيز بحياتنا بشكل عام، وكثير مهمه برضه لبشرتنا، لما تكون الجسم صحي وهيلثي من جوا هذا كلياته بينعكس على البشره. دكتوره انت تطرقتي لموضوع واقي الشمس، في كثير اشخاص، اول في سؤالين انا عندي. اول سؤال انه هو الماكس تبع الحمايه 50%، باقي هيك يعني باقي عن هيك 60 70 او 100، هاي كلها تجاريه مظبوط؟ هاي كلها ارقام تجاريه. ثانيا المره الماضيه انا عم بقرا عن الموضوع، انتبهت لموضوع البشره انه واقي الشمس كمان لازم نحطه بالليل، لانه
التابلت والتليفونات والتلفزيونات كلياتها فيها اشاعات بتاثر على صحه البشره، قديش مزبوطه او مغلوطه هالمعلومه؟ هلا البارت الاول اللي هو انه درجه الحمايه مش 50 ثاني 30، مجرد ما تكون الاس بي اف اللي هي درجه الحمايه 30 بالنسبه لي هذا كافي، بيعطيني التغطيه والوقايه المناسبه لاواقي الشمس. اي زياده بعد ال 30 فائدتها يعني بتحكي عن 1% زياده لو لكل درجه حمايه زياده، فانه هو غالبا لما احكي لهم 30 اس بي اف 30 بالنسبه لي مناسب، اي شيء زياده بديش اقول لك يعتبر تجاري، بس خلينا نحكي ما لهوش ادد فاليو عن ال 30 اللي عم نحكي معها، فمعلومتك كثير حلوه. هلا الشغله الثانيه بواقي الشمس اللي هو انه انا بغطي، لازم دائما بحب واقيات الشمس اللي بتغطي اليو في بي واليو في اي والفيزبل لايت. انا في عندي ثلاث انواع من اشعه الشمس اللي بتاثر على بشرتي، تمام؟ فانا يفضل دائما استخدم واقي الشمس بغطي هدول الثلاث انواع اشعه، لانه هيك بحمي بشرتي اكثر، ومع هيك مع واقي الشمس برضه رح توصلني اشعه، لكن احنا بنحاول قدر الامكان نخفف من الضرر اللي واصلنا. هلا بالنسبه لموضوع انه بنحطه بالمساء وانه بنحطه بالبيت وانه مش شرط تكون طالع برا البيت واشعه اللامس، حتى يعني بقول لك حتى الاضويه البيت نفسها بتاثر على بشرتنا، هو صراحه في عليه دراسات، بس يعني صراحه عمري ما، يعني انا من الناس بحب اكون واقعيه، يعني انا نفسي انا كطبيبه مش كثير بلتزم بواقي الشمس في البيت، انا بهتم اكثر لما اطلع من البيت. هلا هي دراسات بتضلها تطلع من فتره لتانية، عرفتي كيف؟ شيء بنفي شيء، ويعني ما فيش عليه شيء مثبت 100%. اذا الواحد والله قدر عنايه زياده والله بالبيت يحط، اوكي ما في مشكله، لكن بشكل عام كمعلومه مضبوطه، يعني في دراسات على هذا الموضوع، بس خلينا نكون واقعيين، اضع يعني اقل شيء نلتزم بواقي الشمس الا لما نكون طالعين برا البيت. طب دكتورة، بنشوف كتير صبايا بنعجقوا بموضوع الكريمات، بلشوا مثلا غير الموظفات كريمات، مثلا انه واقي شمس، كريم مرطب، كريم نهار، بعدين كريم عيون، وبلشوا يحطوا، فهذا بيعمل طبقة كتير يعني طبقة سميكة على البشرة ممكن تؤدي لظهور الحبوب، صح ولا لا؟ 100% صح. هلا اللي هو هذا كنا نحكي عنه سالي قبل شوي، اللي هو فرط العنايه، يعني مرات الواحد بفكر انه لما يعطي شوي عنايه زياده انه هو احسن، هو مرات احنا بندخل في مرحله ثانيه اللي هي حبوب الشباب، وفعلا بشوف كثير هيك بيكونوا جايين بيكونوا زعلانين انه طب انا بدير بالي، طب انه ليش عم بيطلع لي هاي الحبوب. هلا انا ما بحب العجقه كثير، يعني انا بالنسبه لي الصبح مثلا حلو الواحد يحط برايمر يكون مرطب خفيف وفوقي بينحط واقي الشمس، وانا بفضل يستخدم الواقي الشمس كبرايمر اذا ما بدنا نحط الترطيب، وفوقي اذا بدنا نحط لايت ميك اب ما عندي مشكله. صراحه العنايه اللي كثير مهمه بحسها للبشره اللي هي العنايه الليليه، لانه انت بتحكي عن تقريبا 8 ساعات مينيمم اللي هو بتستفيد منها البشره، لانك بتكوني حطيتي ونمتي 8 ساعات فبترتاحي الكريمات وبتستفيدي منها اكثر. العنايه الليليه بحب بهتم فيها اكثر، وبجوز اغلب يعني مراجعيني بيعرفوا انه انا بركز كثير على العنايه الليليه اكثر من الصباحيه. بالعنايه الليليه احنا ممكن نحط سيرم مثلا زي فيتامين سي فيتامين اي حسب نوع البشره طبعا، وقت المغرب مثلا انه بتكون خفيفه ولطيفه بتنحط شوي على البشره. قبل ما انام بحط مثلا كريم من كريمات الانتي ايجينج وات ايفر كان، برضه حسب نوع البشره، قبل ما ننام بنحط هاي الكريمات سواء اندر اي او الوجه كامل، وذات ست يعني طبعا مع الغسول الطبي سواء صباحي او فتره مسائيه، يعني بدون ما نعجق حالنا انه اشياء بسيطه بدير بالي على بشرتي بدون ما ادخل في مشاكل ثانيه. دكتوره هلا بما انه تقلبات الطقس اللي بنحكي هي بتفرق عن لما تكوني انت بالشتاء، خلص داخله بالشتاء بنص الشتاء مثلا شهر واحد اثنين، بيفرق كليا لما انت تبلشي في فصل الشتاء، يصير في انقلاب او تحول بالفصول، اللي مثلا تطلع من فصل صيف خريف صح شتاء ربيع. هلا هذه بين هذه التغيرات، يعني خلينا نحكي اول فصول، هون بيكون في مشكله اعمق ما تكوني انت بالفصل نفسه، يعني فصل الصيف نفسه ممكن اشوف انه بشرتي عم تفرز اكثر زيوت، بس غير عن لما يكون لسه بدايه الصيف، هذه بدها عنايه اخرى، صح ولا لا؟ تمام. اللي هو زي ما قلنا الطقس له تأثير ودرجات الحرارة لها تأثير، لكن الأهم من الطقس نفسه أو نوع الطقس نفسه اللي هو انتقالي من فصل لآخر، مزبوط؟ لأنه هون بصير في عندي شوك على البشرة. هلا إحنا يا سالي إنه أنا بشرتي بتتجدد وبشرتك بتتجدد كلياتنا بشرتنا بتتجدد، بس إحنا بدون ما نحس خلال 28 يوم بتكون قلبت طبقات البشرة وكوننا بشرة جديدة. اللي بيصير بهذا الوقت من السنة نتيجة الشوك هاي اللي بتصير إنه إحنا بنفقد طبقة الحماية بسرعة أكبر، يعني الجلد ما بيلحق يبني يحمي، عرفتي كيف؟ أنا بتعرض لصدمة، وهاي الصدمة بتخليني معرضة لهاي العوامل الخارجية بزيادة.
بهذه الفترة من السنة اللي هو تقلبات، كثير بنركز على موضوع الترطيب. يعني مثلا أنا من الناس اللي بشرتي دهنية سالي، بس مثلا بهذا الوقت من السنة أنا عم بعاني مثلا هلأ من الجفاف، عرفتي كيف؟ ليه؟ لأنه أنا في عندي صدمة تعرضت لها البشرة، فبتلاقي عنايتي كلياتها اختلفت، بطلت أركز كثير على موضوع إنه بدي تريتمنت لحب الشباب أو تريتمنت للبشرة الدهنية، صرت هلأ بركز على موضوع الترطيب، بدي أرجع طبقة الحماية اللي فقدتها، وبعدين برجع للروتين الروتين تبعي. فبهذه الفترات من السنة خصوصا فترات تقلب بالطقس بنركز على موضوع الترطيب والترطيب والترطيب سواء داخلي أو خارجي. قديه بتنصحي بموضوع التقشير للبشرة؟ التقشير كتير بحبه من باب انه بنجدد بشرتنا، هيك بتحسي انه رينيوال يعني تجديد للبشره، بس مش بهذه الفتره من السنه لانه احنا هلا داخلين على اجواء حاره وهاي الامور. عاده بفضل التقشيرات اللي هو لما ندخل في فصل الشتاء، يعني بدايات فصل الشتاء بحب التقشير بهذيك الفتره، لانه اوريدي تعرضنا للشمس بيكون كتير اخف من زي هاي الاوقات من السنه. فالتقشير اوكي حلو، بس زي ما حكيت لك بنفضله بشكل عام كاطباء بفصل لما ندخل على فصل الشتاء. وإذا كنت انعمل عم تحكي عن بالصيف يعني التقشير؟ بهاي أوقات نعم. وإذا انعمل بالصيف بهاي الأوقات ندير بالنا كثير من موضوع الشمس ونزيد الترطيب بزيادة. لا، أنت عم تحكي عن التقشير بالكلينيكس لما بيصير بالعيادات يس الخاصة. يس يس أكيد طبعا بعد صيف أو شتاء ودام أو نحط كريمات. ينحط واقي شمس. أنا بحكي عن المقشرات المنزلية، في صبايا عندها كل يوم بقشروا وجههم كل يوم أوكي من السكرابز العيادات. وهاي الأشياء برضه هذا انه الاشياء حلوه، بس برضه كثرتها احنا ضدها. اتليست عم نحكي عن مره او مرتين بالاسبوع مش اكثر. هلا لما تكون البشره جافه ممكن نحتاج مرتين بالاسبوع كونه احنا بدنا نتخلص من الديد سيلز، اوكي، لكن لما تكون البشره الدهنيه مش كثير بنحب نحفزها، لهيك بنكتفي فيها مره واحده بالاسبوع. اما التقشير اليومي شيء بضر البشره لانه احنا بدنا طبقه الحمايه في بشرتنا. طيب، احنا حكينا عن التغذية الصح. في كثير اشخاص ما لا بيشربوا مي ولا خضرة ولا فواكه، بيقول لك بدي بشرب خضرة بشرب الاطفال، وهذا حكي اكيد يعني مستحيل. لو استعملت اغلى كريمات العالم، لو عملت كل شهر راحت على مركز تجميل اكيد ما راح يزبط. يعني اشي بدعم اشي، خلينا نقول هي من الداخل بدعم الخارج وكذلك الحال بالعكس. طب بدنا نصيحة أخيرة لمتابعاتنا، يعني حتى يعرفوا يعتنوا ببشرتهم، وحتى لو مثلا كانوا هم بيعتنوا بطريقة متوازنة ببشرتهم، ولو صارت معاهم مشاكل خلال تقلبات الفصول بدنا نصيحة لهم حتى ما يقلقوا وحتى ما يكبروا المشكلة. وممكن تكون مشكلة كتير صغيرة بحركة منهم صغيرة أو بكريم غلط استعملوه كانت تتفاقم المشكلة وتصير مشكلة أكبر. نصيحة للمتابعة. شكرا كثير سالي للنقطة اللي أنت ركزتي عليها، اللي هو إنه أنا دائما بفكر إنه الطبيب أو الزيارة للعيادة هي رح تحل لهم المشاكل تبعتهم. بدنا نعرف إنه في دور على الطبيب لكن في دور على الشخص نفسه. أنا ما بيزبط أحمل بشرتي سنوات وشهور بعدين أجي بزيارة بدي أرجعها زي ما أنت بدي أرجعها زي بشرة البيبي. الإهمال هذا كلياته مقابله في وقت زيادة إحنا بدنا ناخده عشان نهتم ببشرتنا. دايما بيفكروا انه الاجراءات هي كافيه، لا الاجراءات مش كافيه، في كثير اشياء سمبل بالبيت، التغذيه الكويسه، الترطيب، شرب المي، النوم الكافي، هاي الامور اللي ركزنا عليها خلال اللقاء، هاي امور كثير مهمه، مع انه احنا بنفكر انه لا يعني مش مهم، انه المهم انا بس احط كريمات وهاي، لا، التغذيه الداخليه والعوامل الداخليه كثير إلها دور. حلو الواحد يكون عنده روتين يومي لو كان فيري سمبل، ما بدنا نعقد الدنيا وما بدنا نحكي حط الصبح حط المساء وكذا، واقي الشمس، غسول مناسب لبشرتي، بركز على انه يكون مناسب لبشرتي. اللي عم بصير سالي انه سوشيال ميديا معبيه، كل يوم بيطلع لنا حدا انه شوفوا هذا البرودكت هذا كثير كويس وعمل لي ميراكل وانه كثير يعني حل لي كل المشاكل، لا، مش كل شيء بشوفه على السوشيال ميديا او بزبط مع غيري انا لازم يزبط معي. دائما لازم استخدم شيء بناسب بشرتي، مش شرط يكون شيء يعني الموضوع مش فاشن، عرفت كيف؟ ايش بناسب بشرتي بستخدمه. زي ما اتفقنا انه نركز على موضوع واقي الشمس، نركز على غسول مرتب وانتي ايجينج كريم نحطه المساء قبل ما ننام سواء للعيون او للوجه، وزي ما حكيتي حتى الايدين نعطيهم جزء من اهتمامنا كمان. يعني فيري سمبل ثينجز الواحد لو عملها بيكون كثير كويس. كمان شغله اذا بتسمحي لي سالي، اللي هو موضوع الوصفات المنزليه والماسكات المنزليه. الناس بتفكر برضه انه لا انا بحب الطبيعي، وانا لو كان الاشي طبيعي كثير بفضله عن الكيميكالز وهاي الاشياء. هذا الاشي مش دائما صح، لانه احيانا وكثير عم بشوف انه في ناس كثير بتعتمد على الوصفات المنزليه وعم بتكون اثرها عكسي. مشكلتنا بنفتح الانترنت بنقرأ وبنطبق على وجهنا، بدنا نعرف شو نوع بشرتنا وشو المناسب للبشرة، ونتذكر دائما مش كل شيء طبيعي هو شيء كويس، شوف ايش المناسب لبشرتك.
100%. يعني دكتورة عنود، عن جد شكرا لك على هالمعلومات، يعني كثير استفدنا، واكيد يعني هذا بيكون الهم الاكبر بصراحة لكل بنت مع بداية كل فصل، وكل يوم الصبح احنا ما نضحك على حالنا، نطلع على المراية نشوف وين في مشاكل ببشرتنا، نحاول نغطيها بميك اب، نحاول نحكي على الدكاترة، ما يعني ما نخلي شيء الا نعمله يعني عشان نحافظ على نضارة وجمال بشرتنا. واكيد طبعا يا جماعة التغذية والمياه وحتى الفيتامينات دكتورة مضبوط، المكملات الغذائية اكيد كمان بتفيد، بس طبعا بعد مظبوط. فحوصات الدم يعني عند الدكاتره، وكمان يعني انه نستعمل كريمات خاصه فينا ما تكون بس شغله ترند، تطلع عصبيه مثلا فاشينيستا او بلوجر تقول لك هذا الكريم والله ناسب بشرتي، الشغله مش بالغلا ولا الشغله بالرخص، الشغله بانه بيناسب بشرتك وما بيناسب بشرتك. مظبوط 100% سالي 100%. دكتوره عنود العيسى اخصائيه الجلديه والتجميل، شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافيه ويسعدك. شكرا كثير لكم ويسعد صباحكم. شكرا لك. ديروا بالكم من متابعين كورونا. اكيد دير بالك على حالكم. متابعينا خليكم معنا بعد الفاصل، رح نرجع لكم بفقرات جديده.